لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ومعايا في هذه اللحظات أحد الجنود المجهولة في جهاز النادي الأهلي أو الجهاز الفني طبعا على مدار المواسم السابقة، سواء مع الكابتن حسام البدري أو مع الأجهزة السابقة، وأكيد كان ليه دور كبير جدا في فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري. معايا سيمو، هو المتخصص في الفيديو أناليسيز بالنسبة للجهاز الفني بالنسبة للنادي الأهلي. سيمو، برحب بيك في البداية وببارك لك، وأكيد مجهود كبير أنت قمت بيه على مدار الموسم، ساهمت بشكل كبير جدا بفوز النادي الأهلي ببطولة الدوري، وبالتالي عايز ابتدي معاك النهارده بالاحتفاليه ومدى اهميتها بالنسبه لك. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين، بس جت متاخره عشان رمضان يعني. الاحتفاليه طبعا ده شيء مهم جدا، اللي ده تكليل مجهودنا طول السنه اللي فاتت. الحمد لله قدرنا نفوز بالدوري الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله باذن الله. عايزين نعرف بقى الجمهور ايه موضوع الفيديو اناليسز، الشغل بالنسبه لك بيبقى عباره عن ايه، والفرق ما بين الفيديو اناليسز ومحلل الاداء بالنسبه للجهاز الفني. اوكي، الفيديو اناليسز حضرتك احنا بنراقب كل حاجه في الدوري المصري، سواء كان بنلعب في دوري او كاس او البطوله الافريقيه، احنا بنراقب الماتشات كلها، الماتشات بتاعتنا كلها، بنقطع على حسب المدير الفني هو عايز ايه. يعني كل مدرب انا اشتغلت معاه هو ليه شغل مختلف عن المدرب اللي قبليه. الكابتن حسام البدري ليه شغل مختلف عن مارتن يون. فانت بتشوف المدرب عايز ايه، وبتشوف هو عايز يطلع ايه من المباراه. ده الفيديو اناليسيس. المحلل الاداء انت بتتكلم فنيا، انا ما بتكلمش فنيا، انا بعمل شغل فيديوز بتاع الفرقه، بحضر لك كل حاجه. لو انت عايز تطلع مثلا رايت سايد ليفت سايد الديب، عايز تعمل اللونج بول بتاعتك، تشوف قد ايه كام لونج بول في المباراه، كام لعبنا كام مره من ناحيه الرايت سايد او ليفت سايد، الويكنس بوينت بتاعت الفرقه كلها، كل الكلام ده بيبقى موجود عندنا وبيبقى متخزن. المدرب بيجي يقعد معاك، سواء الاسيست كوتش او الكوتش بيجي يقعد معاك، بتعرض عليه، بيتفرج على الايفنتات. الماتش لو هو 90 دقيقه، الماتش ده بيتحول لايفنتات، يبقى كل ايفنت لوحده، كل حاله لوحدها، وهو يبتدي يختار الحالات اللي عايز اللعيبه. ما بيفرجش اللعيبه دلوقتي خلاص، التطور اللي انت ما ينفعش تتفرج لعيب 90 دقيقه على المباراه، حلو، انت بتفرج على الويكنس بوينت. فكابتن حسام بدري كان من الناس الكويسه جدا في الناحيه دي. يعني احنا ايام كابتن حسام كنا بنتفرج على بدايه المباراه 10 دقائق من بدايه المباراه فقط لا غير، وبعد كده بنعمل محاضره ثانيه، بنعمل الاتاكينج بتاع الفرقه اللي قدامنا، وبعد كده بنفرجهم على الويكنس بوينت، وبعد كده بنيجي نعمل محاضره للسيت بيسز. السيت بيسز بقى دي بتتضمن حاجات كتير جدا، عندك الكورنر وشورت كورنر وفري كيكس، حاجات كتير جدا. فانت بتبقى مقطع الكلام ده كله، بيجي الكوتش اللي هو كان كابتن سيد معاذ، كان بيجي يقعد يختار الحالات، وبعد كده بياخد الحالات دي بيعرضها على الكابتن احمد ايوب، وبيتفقوا على الحالات اللي هم هيتكلموا فيها، ثم بنعرض الكلام ده على كابتن حسام البدري، هو اللاست ديسيجن، هو اللي بياخد القرار الاخير في الخطه، في مين اللي هيلعب، في الكلام ده كله يعني. فبالتالي اكيد ده كان مجهود كبير، بس عايز اوضح برضو انت ما كنتش متواجد مع كابتن حسام البدري بس، انت تواجدت مع اجهزه فنيه كتير بالنسبه للنادي الاهلي، وكان مستر مارتن يول اعتقد كنت موجود برضو معاه. انا اشتغلت من ايام جاريدو، وبعد كده باسيرو، وبعد كده مارتن، وبعد كده كابتن حسام. اختلاف ما بين كل واحد والتاني، واحد في دول ليه مدرسه مختلفه في الفيديو اناليسيس بتاعه. انت النهارده كابتن جاريدو كان بيحب المباراه بتسلسل الاحداث، يعني بياخد المباراه من الدقيقه واحد ثم ثلاثة خمسة على حسب الأحداث اللي بتجري في الماتش، مع حسب الوقت ماشي معاها، بيمشي مع الوقت بتاع المباراة. لا، جه بعد كده باسيرو كان بيجيب اتنين أكشن أو تري أكشن بكتير جدا، بعد كده جه مارتن يول ابتدى نعمل شكل مختلف تماما، اللي احنا بناخد الناحية اليمين والناحية الشمال، وبناخد العمق الكرات الطويلة، عشان يبقى اللعيب عارف كل حاجة في المباراة. يعني هو في حالة الكرة الطويلة بيلعبوها ازاي، في حالة الناحية اليمين بيلعبوها ازاي، مين بيخش من الناحية التانية، مين بيأمن، الويكنس بوينت، السات بيسز، كل الماتش الريبورت بتاع المباراة بيبقى 10 دقايق، ال 10 دقايق دي متضمنة كل حاجة في المباراة دي. ثم جه بعد كده كابتن حسام البدري، هو ماشي على نفس نظام مستر مارتن يول، بالعكس وكابتن حسام برضو الواحد مش عايز يعني يقول حاجة عليه قليلة، الراجل كان يعني بيطول جدا في الحاجات دي في المحاضرات بالذات الفيديوز، كان بيحب جدا يوري اللعيبه اكبر قدر ممكن من المباريات ومن الاحداث في المباراه، علشان يبقى اللعيب لم كل حاجه ويبقى عارف كل حاجه على اللعيب اللي قدامه. وبالعكس وكابتن حسام كمان كان بيعمل حاجه اسمها انديفيديوال بلاير، يعني احنا مثلا النهارده هنلعب فرقه جامده، فبناخد مثلا من الفرقه جامده فيه 3 4 افراد، ال 3 4 افراد دول يبتدي يعمل محاضره على ال 3 4 افراد دول، يشوف تحركاتهم في الملعب ازاي، بيمشي ازاي، بيعمل دريبلينج بكره ازاي، بيقف في انهي حته، ما بيرجعش ازاي. فكان كابتن حسام برضو ليه فضل كبير يعني في الموضوع ده.
اخيرا بقى عايز اسالك عن الفتره الجايه، اكيد فتره مهمه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، بطوله افريقيا تعد اهم البطولات بالنسبه للفريق بعد غيابه فتره كبيره، متفائل ان شاء الله الفتره الجايه وبعد خلاص الموسم انتهى وفزنا ببطوله الدوري الاحتفاليه النهارده؟ ان شاء الله متفائل. النادي الاهلي بمن حضر، والنادي الاهلي كبير، اسم كبير، الاهلي فوق جميع، متفائل جدا طبعا. في كوادر كتيره دخلت على جهاز الكوره وكوادر مشرفه جدا وناس يعني اسماء كويسه جدا، في لجنه كوره محترمه، في جهاز فني محترم. انا سعيد جدا ان هم كلموني تاني ان انا ابقى موجود معاهم. النادي الاهلي يضيف لاي حد، لولا النادي الاهلي انا ما كنتش زماني بقف اصور مع حضرتك. النادي الاهلي بيضيف لاي حد يشتغل فيه، ودي حاجه سعيده ان انا جوه النادي الاهلي. شكرا سيمو. عفوا ده طبعا. ده كان لقائنا مع سيمو طبعا، الفيديو اناليسيز الخاص بالجهاز الفني للنادي الاهلي، سواء الجهاز الفني السابق او ان شاء الله الجهاز الفني القادم اللي هيقود النادي الاهلي في البطولات القادمه ان شاء الله. اكيد الراجل بيبذل مجهود كبير جدا وبيساعد بشكل كبير جدا في فوز النادي الاهلي بالبطولات المختلفه. اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله المقبله، ولسه هنكون متواصلين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي والاحتفاليه الخاصه بالفوز بالبطوله رقم 40 من بطولات الدوري العام. عودة للاستوديو.